السلام عليكم متابعي برنامج انفاس سبور، سعيد بالتواجد معكم في حلقه جديده. واليوم انا يا فرحان باش نستضيف واحد اللاعب اللي مر في فريق كبير اللي هو الرجاء الرياضي، سي محمد المنعم. مرحبا بك. شكرا سيدي محمد، ومرحبا بي عندكم، وكنشكركم على الدعوه. مرحبا. كون ضيف، كنتمنى نكون ضيف خفيف خفيف بالعسريه في انفاس تي في. كما اشرتي سيدي محمد، فانا ما كنختلفش على اللاعبين اللي سبقوني. انت كبرتي يعني في الرجاء، ولد الرجاء. ولد الرجاء، يعني ما كنختلفش على اللاعبين اللي مروا بفرق الاحياء وكنا باقيين صغار، ومن بعد يعني اكتشفونا الناس ديال المنقبين اللي كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر هذا، اللي خداوني ومشيت لفريق الرجاء البيضاوي، يعني مع البراعم، مع سعد قادر جلال الله يرحمه. ومن بعد يعني الحاجه المهمه كانت عندي هو انني ما كنتش يعني ما كنتاخرش بزاف في الفئات، يعني كنكون في واحد الفئه وفي نفس السنه كنصعد للفئه الثانيه. كنت لاعب مجتهد، والاجتهاد هي يعني كتبقى واحد، يعني في ساعة كتقفز يعني الفئة الموالية. الحمد لله، يعني كان عندي واحد طموح، كان عندي الهدف، كان عندي اوبجيكتيف، يعني كان عندي اهداف، ماشي انني ما كنتش عارف، يعني ما كنعرفش، ولكن كنرسم واحد الاهداف، كنعمل من اجل الوصول ليها. كتشتغل يعني غير الالتحاق ديالي في هذيك الفترة بفريق الرجاء، لان فريق الرجاء انا الحي اللي كبرت فيه هو يعني تزاديت في درب السلطان، وكبرت يعني اللي بديت معقل ديال الرجاويه، معقل ديال كره القدم، معقل ديال بزاف ديال الفنانه وممثلين، يعني المسرحيين بزاف، يعني تزاديت تما. ولكن اللي فتحت العيون ديالي لقيت راسي في درب القريعه، يعني في درب القريعه حدا درب الفقراء، حدا الملعب، يعني الملعب ديال كنقول لا جونيس ديال سيدي معروف. هنا بدات القصه ديالي مع كره القدم. يعني بديت كان اش من عاش من الوقت اللي التقيتي بالكبار، اش من اش كان حاجه السن ديالك؟ السن ديالي كان 18 سنه 19 سنه. شحال لعبتي في الرجاء؟ لعبت يعني التحقت بالفريق الاول في سنة 84، يعني هذه البداية ديالي، كنت في شبان ولكن التحقت في 84 التحقت بالفريق الكبار، وكان المرحوم سي محمد العماري الله يرحمه في هذه العواشر هذه هو اللي كنت كان انا وعبد الرحيم وخالد موساليك كنا في شبان، وكان كنمشيو لديك المباراه ديال يوم الخميس، كنا كنلتحقوا بالفريق الاول باش ننضموا ليه، يعني يكونوا في ديك كتكون واحد المباراه اسبوعيه كتكون كنلتحقوا بهم. ولكن من بعد السنه هذا جا تاشكوف مدرب بلغاري، كان المساعد ديال انا ذاك حرمه الله، يعني الان بصفه رسميه التحقنا بفريق الاول، يعني 85 التحقنا بفريق الاول. يعني انت من الجيل اللي ربح اول بطوله ديال الرجاء، وهذا شرف كبير، لان هذا هو الحاجه اللي كتبقى في الذهن وكتبقى في التاريخ ديالك، هو انك يعني في التاريخ ما 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 ما, ما, ما كيحيش لك شي حاجه ديالك، انني كنت من ضمن المجموعه، وكنت يعني واحد ديك الساعه كنت اساسي، وكنت يعني كنت تيتولير رسمي في سنه 87 88، ومن بعد ديال التبريطه، من بعد في السوب كاس افريقيا، من بعد كانت هذيك اول، يعني كانت هذيك اول مشاركه اننا شاركنا في الكاس ديال الافريقيا الفرق البطله، وكان انا ما لعبتش في المباراه النهائيه لان كنت خدات واحد العمليه جراحيه، وكنا مع وهران في موليه وهران، فزنا بضربه الجزاء، وكان هذاك اللقب يعني اول مره كيدخل الخزينه ديال الرجاء البيضاوي. هذا تا هو من الاشياء اللي يعني كنعتز بها، كنعتز بها وكنفتخر انني. شحال لعبتي في الرجاء؟ شحال من سنه لعبتي في الرجاء؟ من 84 حتى 91. حتى 91، من بعد غادي تنتقل؟ من بعد غادي ما كنتش باغي ننتقل، ولكن كان الحاح من المسؤولين ديال الدفاع الحسن الجديدي، وخاصه انا ذاك كان عامل الاقليم السير وراق، هو اللي كان اتصل بالاخوان على انني نجي ندعم الفريق، وكان واحد ومنذ القديم كانت واحد التواصل وصله جديده. لعبت سنتين ونصف، ومن بعد التحقت بشباب محمديه، لعبت معاهم واحد السنه،
ومن بعد التحقت في القسم الاول. القسم الاول لعبت مع علي فرقاني ديك الساعه، كان علي فرقاني وكان معنا واحد مجموعه، كانت واحد مجموعه متميزه، حسن الساخي كان علي كان رحيم، رحيم اللاعب الجزائري كان رحيم، يعني كانت واحد المجموعه واحد متكامله، كان فريق يعني في كان العراقي كنظن، كان العراقي كان ديواني كان كوراي كان منير. من بعد المحمدية، من بعد المحمدية يعني ختمت المشوار ديالي في درجة ثانية مع فريق ديال واحد الشركة يعني التحقت معهم، ولكن من بعد كان يعني كانت هنا بدا الفكرة ديال التكوين بدات كتطير، لان تحت لي الفرصه في هذاك الفريق ان كان واحد المدرب اسباني راه الكل كيعرفو، راه هذاك مغربي يعني عاش في المغرب، باكو باكو وكنت بحال كنت صديق ديالو، بحال كان بحال عطاني فرصه انني يعني بحكم انني كنت استاذ ديال التربيه البدنيه فانه يعني بحال كيعطاني فرصه انني دوك التسخينات والجمع الجروب وهذا يعني كان كيكلفني بها انا. هذاك باكورا والان لا مغربي 100% مغربي يعني 100% كيحب المغرب، كيعشق كره القدم، كيعشق الفرق، عنده علاقه جيده. انت دابا اليوم منعم فين كيشتغل في علاقه بكره القدم؟ يعني واش كتشتغل في التاطير في التكوين الان؟ يعني انا في هذه السنه ولا سنه ونصف انا باقي كنزاول المهام ديالي كاستاذ التربيه البدنيه، يعني في المهنه ديالي، في المهنه ديالي، لان المهنه ديالي من لا في الكوره، بغيت نعرف في الكوره يعني الكوره هذه لا الان ما كنشتغلش، لان عندي لي ديبلوم ديالي، عندي ديبلوم في المانيا، عندي الديبلوم ديالي في تونس، عندي الديبلومات فرصه ديال الكاف بي الكاف ا. ولكن علاش ما لعبتي كوره على مستوى عندك ديبلومات؟ علاش ما باش نكون صريح، باش نكون صريح سي محمد، لان هذا الميدان شويه كيبغيك تكون كاين شي حوايج خصك تبعد منهم باش تخدم هذوك الحويجات. انا ما بغيتش نمشي بهذاك الطريق، بغيت نخدم يعني خدمت يعني ماشي ما خدمتش، خدمت 8 سنوات في الامارات، خدمت عام في قطر في نادي الان معيضه كان سميتو نادي الشباب، خدمت كمدير تقني في الفئات الصغرى في نادي الضفرة الاماراتي وفزت بلقب يعني اللي دخل الخزينة ديال الفريق، وهذاك الفريق كنعرف بحال قلتي واحد الفريق الاول يعني يلاه كي ايوا نتمنوا باش الاندية ينتبهوا للخبرة ديالك والتجربة ديالك. اشتغلت كمدير تقني في فريق الرجاء البيضاوي، وبين العناصر اللي كتواجد الان ضمن التشكيلة يعني راه عبد ربي ساهم في التكوين ديالهم، ساهم في التكوين، وعملنا اللائحة باش التحقوا بالفريق، وقلنا لهم راه كاين واحد المجموعة مثلا ممكن بدر بنون، بوطيب، بن حليب، عمر العرجون، يعني واحد اللاعبين اخرين اللي ما لعبوش في الفريق الاول ولكن الان كيمارسوا في خاص محمد. هذه المسيره ديالك شفناها يعني باختصار، ولكن الحدث اليوم، الحدث اليوم هو ما يقع في الرجاء، يعني مشاكل، استقالات، وقفات احتجاجيه، يعني انت كرجاوي يعني رجاوي من الداخل، شنو الرأي ديالك في هادشي ما يقع بالرجاء اليوم؟ أولا أنا كنعتبر الرجاء بعد الوالدين ديالنا راه حتى هما كنحسبوهم العائلة ديالنا والوالد ديالنا، لأن كانوا الناس مسيرين كيحاولوا يربيونا كيرسموا لنا الطريق الصحيح، لأنهم عندهم تجربة عندهم خبرة، حنا كنا لاعبين يعني نقدروا نكونوا ما كنشوفوش الامور بالشكل اللي كيشوفوه هما، لان بتجربتهم هما حاولوا يتراسيوا لنا واحد. لا انا كنسولك دابا شنو اللي واقع دابا في الرجاء باش انت انا جاي عندك، انا جاي عندك انا نقول لك كيفاش باش نوصل للنقطه اللي مهمه الان. الى غنتكلموا على الان غنتكلموا على البيت الرجاوي، فالبيت الرجاوي الان ما يعني يحس في النفس انك تشوف ما وصل اليه الفريق، ما وصل اليه النادي. اذا كنتكلموا على فريق الرجاء البيضاوي كنتفرقوا على نادي اللي الان كيتسمى الرجاء البيضاوي العالمي. نعم وصل للعالميه، ملي كيوصل واحد الفريق للعالميه خصو يزيد، راه حنا كنتسناو انه يكون كيقلب على الالقاب، كيقلب على المنافسات في البطوله في كاس العالم ديال الانديه، الالقاب الافريقيه، لان فريق بالقاعده الجماهيريه
يعني راه ما يمكنش غنوصلوا لهذ الحاله اللي وصلنا لها، وقفات احتجاجيه. الفريق ما نقولوش ضيع الهويه ديالو، مي عنده واحد الثقافه كرويه ديالو، عنده واحد الاسلوب ديالو اللي خلى هذاك الاسلوب هو باش كثر الجماهير، يعني كثرات الجماهير بهذاك الاسلوب. بعض الاحيان في واحد الوقت من الاوقات كنا كنأديو يعني واحد الاداء يعني ما كيرضيش الجمهور، حنا ما كنلعبوش الجمهور، حنا كنلعبوا الفريق، ولكن الجمهور هو اللي كيخلي الفريق متواجد وكيعطيه قوه. كنا كنلعبوا مباريات رغم ما كنفوزوا ولكن الجمهور ما كيقتنعش، كيخرج غاضب، والعكس صحيح. وبعض الاحيان حنا ملي حنا كنغضبوا على نفوسنا كنكونوا العمام، اما كنخرجوا بالتعادل ولا ما كنكونوش، ولكن كنكون الاداء ديالنا في المستوى الكبير وكيصفق علينا الجمهور، كتخسروا كيصفق علينا، كيصفق الجمهور لانه مقترب الاداء. كيقول لك الفريق حنا كيجي كيقول لك الفريق حنا كنجيو نتفرجوا في كره القدم، وحنا كانت عندنا واحد الميزه اللي معروف فيها الفريق واللي هي اللي خلات الجمهور الان يعني يغضب شويه، لانه واخا تجي النتيجه ولا هذا الا ما كانش الاداء، حيت كيبغي النتيجه والاداء. ولكن سمعت سمعين نسولك دابا هادشي اللي كيوقع في الرجاء، يعني بحال دابا المدرب هو المحور اللي كيبان، غير الازمه الماليه المدرب هو المحور ديال الازمه، يعني موضوعين الناس المتتبعين المحايدين كيشوفوا بان الحصيله ديال السلامي حصيله ايجابيه، يعني اللي سمع يعني هذا الصداع اللي نايض على المدرب، ولكن كتشوف الحصيله ديالو راه حصيله ايجابيه. ما عرفتش انا لا باش ما نحيدوا حتى شي واحد الحق ديالو، باش ما نظلموا حتى شي واحد، باش نكونوا يعني محايدين، باش ما نكثروش الكلام، حيت الا غنتكلموا كنتكلموا بلغه اخرى. الان ما يقع في الرجاء الفتره اللي تسلم سلامي للفريق، فالفريق يعني كانت فيه مشاكل، كانت فيه انتداب، ما كانت فيه انتدابات، كانت المشكل المادي طاغي، كان بزاف ديال الاشياء، ولكن تحققوا نتائج. ما نقولش ما تحققوش نتائج في ظل الظروف اللي كيعيشها الفريق، الا ان اشياء خارجه عن المحيط الرجاوي اثرت بشكل سلبي، لان كاين اناس كاين ناس اللي الهدف ديالهم ان الفريق ما يمشيش في الطريق الصحيح، يعني تخلطت الاوراق. زياده على هذا ما يقع في مواقع التواصل الاجتماعي كاين تاثير سلبي، فهي هي هي هي, هي, هي كما كنقولوا هذاك السم اللي يدخل ببطء كينخر الجسم ديال فريق الرجاء البيضاوي، وهي اللي حصلت. وكاينين اناس يعني اللي كان التاثير ديالهم سلبي على ما يقع، وخاصه الناس اللي كان لا بعض المناجرات ولا بعض الناس اللي الهدف ديالهم هو كسب الربح من وراء ما يقع داخل الرجاء، لان حتى السلامي دخل يعني تاثر بهذيك دخل في هذيك الدوامه ديال ما يقع، لان بعض الاحيان ولا الناس الان على ما يروج وعلى ما يقع ما بقاوش كيتكلموا على نتيجه الهزيمه ولا هذا، ولو كيتكلموا على ان اشياء ان المستودع الملابس ما بقاش غادي بالشكل اللي، اذا من يسرب ما يقع؟ اذا هناك اللي عندهم هدف انهم يعني الامور تمشي لصالحهم، انه البيت الرجاوي وخاصه الفريق انه ما يبقاش فيه هذاك الانسجام. يعني بصراحه كاين ايادي خفيه، كاين الناس اللي مستافدين من ما يقع في ما يقع في الرجاء. اما ما كنظنش ان العشاق ديال الرجاء اللي محايدين ما لا العشاق الاغلبيه، العشاق الاغلبيه الان كيطالبوا، يعني كيقول لك الظرفيه غير مناسبه لتغيير المدرب او المكسب او اي حاجه. اكيد ان المشكل المادي الان هو الطاغي على ما يقع داخل الرجاء، لان لو مثلا دابا الجمهور كيعاتب المكتب انه ما كيجيبش ديك السيوله هذا الماليه وما عندوش يعني اتصالات بناس، يعني هذا من جهه ثانيه. من جهه اخرى ما يعاتب على جمال في الفتره الاخيره هو ان نقول ما كاينش ذاك الحفاظ على التركيبه البشريه القاره، يعني كل مباراه كتدخل، وهذا حتى هو زاد من شكوك وخلى الناس تتكلم
على المدرب، لان كيشوفوا بعض الاحيان لاعبين اللي من المفروض انهم الكل كيشوف بدن. انا شخصيا المباراه الاخيره 6 مباريات نفس التشكيله هي اللي لعبت المباراه، واخيره في مباراه اللي كانوا يلعبوا مع كانا خارج هذا كانت واحد التشكيله كتحس بها هي اللي ممكن انها تكون في الديربي مثلا. ملي جا الديربي يعني تغير التشكيله يعني، وهذوك كتعرف لاعبين واخا حيت الناس قالوا يمكن عنصر التجربه هو اللي تختار، انا متفق معهم، ولكن انا كنعطي الاسبقيه لعنصر ديال الممارسه يعني التنافسيه ولا كومبيتيسيون يعني اللي كتكون اللاعب كيكون في مباراه بعد مباراه بعد مباراه صافي كي داك كيولي كتولي كومبيتيتيف يعني كيولي احسن من لاعب ذو تجربه ومصاب مثلا. نعم كيخص واحد نوريت وخص واحد شويه ديال هذا باش يدخل المباراه. وكل شيء ماشي جديد على الرجاء، الرجاء يعني في التاريخ ديالها دائما مشاكل، دائما نقابه، كنقول نقابه في الرجاء، دائما كتجي واحد الفتره تيكونوا القاء، كتجي فتره ديال الفراغ، كتجي فتره ديال الفراغ، وكتجي فتره ديال كان الى غير رديتيني الحديث على واحد المساله، وانا عشاء مع كنت في شبان ولكن كنت كنحضر الجمعه العامه لان كنا كنحضروا لان كنا كندربوا مع الفريق الاول. نعم. وما كانش هذه المساله ديال المنخرطين، وما كانش كان لاعبين هما اللي الوقت اللي كتكون الامور ماشي هذيك لاعبين هما اللي تيقولوا التغيير وشنو باغين، هما اللي كيعرفوا المصلحه، هما اللي الان الوضع اختلف، ولا الكلمه ولا الاختيار ولا يعني اللي كيتحكم في المسار ديال الفرق هو المنخرط. ما بقاش المنخرط، قلتي دابا انت حتى شبكه التواصل الاجتماعي هي المنخرطين مؤثره جدا على هذاك التوجه ديال الفرق. هذاك العنصر هذا اللي تكلمنا عليه هو اللي وصل الرجاء لهذ المرحله اللي وصلت لها، لان كاين ناس دابا في مواقع التواصل كتدخل كتلقى واحد كيقول المدرب شي فهالو كيتبعوه واحد الفئه، كتمشي للشبكه اخرى كتلقى الرئيس خصو يمشي فحالو كيتبعوه الفئه اخرى. كاينوض انا واحد جوج مثلا رئيس سابق كيكون عنده الاصدقاء ديالو كيكتبوا كيقولوا راه اذا هذا المساله هذه خص ينتبهوا لها الناس، وخص حتى الفريق الرجاء يعني ماشي نقولوا راه كيمشي بشيء اللي كيفرض عليه الجمهور، خص يحكم يعني الحكمه والعقل. والرجاء شوف الرجاء خص الامكانيات الماديه كتمشي الرجاء مزيان، ملي كتكون بحال دابا الرجاء المشكل اللي كطيح فيه هو مده والناس كتطلب الانتدابات. الور الخزينه دابا شوف الرجاء من قديم الماده ملي كتكون الماده الناس اللي كانوا كيوفروا السيوله غير بالتليفون كيتحلوا المشاكل، دابا ولا مشكل مادي، لي سالير طلعوا، لي بريم دو سيناتور طلعوا، دونك الرجاء ملي خصها تبرك المكتب يبرك ويناقش هذه المساله وما يبقاوش هذوك الاجور. نتمنوا الرجاء فريق كبير كما واحد العدد ديال الانديه فرق كبيره في المغرب، وخاصها تكون دائما في مستوى عالي. لا ما بغيناش توصل كتمثل المغرب. بغيت ندوز معك نسمع حدث عاوتاني اللي كاين دابا هو ديال المنتخب الوطني، كاين حديث كبير على المدرب، كاين امكانيات اللي ما عمرها كانت في المنتخبات الوطنيه السابقة، كاين القضية ديال اللاعبين المحليين، اللاعبين الكبار اللي عندنا في أوروبا، ولكن الجمهور كاين إجماع ما كاينش اقتناع بالمستوى ديال المنتخب الوطني، واخا رغم أنه حقق نتائج في الإقصائيات وتأهل كأس أفريقيا، ولكن ما كاينش اقتناع. أنا غنشاطرك الرأي وغنشاطر لأنني كنت تما واحد من المتتبعين التقنيين، وكنبقى ديما مغربي وكنبغي المنتخب المغربي وكنتبعو بالروح ديالي وبالقلب ديالي. أنا ما نختلفش على الجمهور، لأن الجمهور الآن المستوى ديال الجمهور ديالنا وصل لواحد النيفو، لأنه ولا كيشوف بطولات في المستوى الكبير ولا كيشوف لاعبين في المستوى الكبير، إذا اللي خصو يرتقي المستوى ديال المشاهدة ديال الجمهور هو النيفو ديالنا حنا، النيفو خصو يطلع فوتباليستيك، لو نيفو تكنيك خصو يطلع، المستوى التقني الكروي خصو يطلع
المستوى ديال المشاهده، لان دابا بحال ملي كنشوفوا هذه المباريات بحال كنقولوا للجمهور ديالنا نزل عندنا نزل تفرج اشنو كاين. ما يمكنش ما يمكنش منتخب الامكانيات الان تكلمنا على الامكانيات، الامكانيات متوفره وهادو هاد المدربين في الاونه الاخيره اللي في سيمي اوغو خصهم سعداء، يعني راه ما حقوش هذا الشيء الدخل المادي ما حقوش في الانديه اللي كانوا كيدربوا فيها ولا في المنتخبات اللي مروا منا ما حقوش هذا الشيء، ولكن توفرت لهم جميع الظروف حتى من المركز. الا جينا نشوفوا المركز الان اللي كيدربوا فيه المنتخبات وراه من احسن المراكز، الناس راه بكري راه كانت كونسونطراسيون فندق حداه ملعب لا علاقة. والنتي حنا قلت لك انا هي غنتكلموا ما حققناش مثلا الالقاب على المستوى المنتخب، ولكن راه كان عندنا فريق كي المشاركه ديالو في المستوى. حنا اللي كنا كنطمحوا في الاونه الاخيره ذاك الوقت كنا كنقولوا ما عندناش لاعبين محترفين، دابا راه ولا اللاعبين محترفين في المستوى الكبير. الا جبدنا اللاعبين وحطينا الانديه اللي كيمارسوا فيها راه لا مجال للشك او الافتخار. يعني دابا راه ولينا كنتضرب من المثل، ولينا حطونا في خانات ديال البلدان اللي عندنا لاعبين في المستوى. اذا هذا خصو يتبرهن على ارض الواقع، لان المدرب الان راه ما عندوش شي حاجه، ما عندوش شي ان ترافاي اشارني بحال المدرب ديال الفريق. اسبوع كامل كتكون لا كومبيتيسيون، تليفون، لا كونفوكاسيون، طياره، كيحضر كيلعب مباريات. اذا هو دابا عنده شهرين من المباراه ديال البوروندي، شهرين باش يلعب اول مباراه في اقصائيه كاس العالم. كاس العالم اذا، ولكن المدرب سمع لي المدرب، يعني انا بالنسبه لي انا كاين واحد التصريحات استفزازيه للجمهور، يعني باش توالي التصريحات استفزازيه، يعني واش ما كيعرفش الجماهير ديال الكره بالمغرب راه عندها تقاليد مع الكره، الا غيعطي تصريحات يعني كتمس بكرة القدم الوطنية، يرجع للتاريخ وخير دليل انه مر كمدرب فريق الرجاء البيضاوي وشاف الطينة ديال اللاعبين اللي دربهم، وشاف الطينة ديال اللاعبين اللي كان كيواجههم، واللاعبين اللي كانوا في البطولة الوطنية راه من اللاعبين الممتازين. اذا ملي غتجي عيب وعار نجيب لك انا لاعبين في المستوى ديال اشرف حكيمي، نجيب لك المستوى ديال نصيري بيتور هذا، اش كيبقى؟ كيبقى لو رول ديالك انت، كيفاش تخلق هذاك الاوتوماتيزم ما بين اللاعبين، كيفاش تختار التركيبه اللي غادي تدخل وغادي تقنع. لان ملي كندخل انا تركيبه وما كاينش تجاوب بيني وبينك، مثلا كنحط واحد اللاعب حيت العمل ديالو هو ماشي العمل ديالو غيعلمهم كيفاش يلعبوا كره، او العمل ديالو كيفاش غنتريني بهم، ولا العمل ديالو كيفاش نسودي هذاك الفريق. ملي كنحط لاعب كنعرف الامكانيات ديالو، كنحط حدا لاعب اللي غيكمل الامكانيات ديال هذاك، حطيت انا غياغ دغوا سي تخي بيان، كنحط انا اشرف حكيمي جو سي تخي بيان كو اشرف حكيمي باغمي لي ميور جوغ في لو موند دابا في هذاك لو بوست، راه باغمي لي جوغ ان جوغ راه كتلعب بهذاك بحال بهذاك الكاليتي دو جو وهذاك لو جوغ، راه بحال لاعب انت 12 لاعب، راه عندك ان جوغ كيف لا لين كيطلع كيعطيك هذا كيقدر يسجل اهداف. دونك من عندي هذا الفي خصني نحط ديسبوزيتيف نعرف كيفاش نوظف اللاعبين ديالي. سواء من الحديث معك شيق، ولكن كتعرف الوقت ديال البرنامج محدود، بغيت كنتمنى نكمل هذه المساله ديال المنتخب الوطني. نتمنى انه الوحيد يركز شويه ويركز على التشكيله، لان راه كاين لاعبين في البطوله اللي خصهم تعطاهم الفرصه فعلا، راه كاين لاعبين برهنوا ونقولوا في الشان، ولكن راه في البطوله لاعبين متميزين تعطاهم الفرصه وتنادى عليهم. ما تنسولك انت دوزتي واحد يعني كارير في كوره، شنو هي الحاجه الزوينه اللي كتفكر دائما؟ واش البطوله ديال 87؟ واش كوب دافريك ديال 87؟ ولا انت عندك شي ذكرى خاصه في لا في حقيقه كره القدم شي حاجه خاصه ديالك انت، شي حاجه سورس يعني مصدر ديال افتخار وحنين كتقول هذاك الحدث. اولا الحاجه اللي كنفتخر بها هو حب الجمهور. حب الجمهور، ملي كنقول الجمهور كاين المرتبه الاولى الجمهور ديال الرجاء،
والجمهور المغربي، لان الحمد لله ملي كتلعب الكره ملي كتلاقى مع الناس في الممشيتي وهذا الحب والعطاء كتحس بهم وكيتواصلوا معاك وكيشوفوا الصوره ديالك كيعلقوا عليها تعاليق كتخلي في القلب. يعني بعض الاحيان يعني والله العظيم الى بعض الاحيان كتلقى صور كترجعك لذاك الحنين ديال هذاك الوقت اللي كنتي كتلعب، الى بعض المرات كيكونوا لي لاغ موزيو كما كنقولوا داك الدموع ديال انتي كتحس بها. والحدث كما قلت لك حدث لانني اللي كيبقى هو انني كنت من الناس صناع التاريخ ديال الرجاء، التاريخ ديال اول لقب ديال الرجاء، وتاريخ ديال اول لقب افريقي على صعيد الانديه اللي جبناه من واحد البلاصه اللي كل كان كيراهن على اننا يمكن اللقب غادي يضيع، ولكن الحمد لله كنت مع ذاك الجيل وكنحمد الله لانني كنت في هذاك الشيء وكنشكر الجميع. وتحيه لك وتحيه لذاك الجيل، هو التاريخ ديالك هو اللي خلانا اصرار على الاستضافه ديالك اليوم في انتظار استضافه واحد الاعداد الاخر من اللاعبين متابعي برنامج الفاسبور. نتلقاو في موعد لاحق وتحياتي.